طبعا انا دوري بس مع انتصار وناردين بنشوفها بوجه مختلف، ان هي كانت جايه في الاول مكسوفه ومش عارفه تتعامل مع الناس اللي حواليها، فالمره دي ان هي واثقه من نفسها اكتر وخلاص عارفه بتلعب على انتصار كمان هي يعني، وبتحصل لها كده مشكله كبيره في الشركه ونشوف هنعمل ايه فيها يعني. دايما بطلع في طبقه معينه، يمكن عشان طريقه كلامي او طريقه لبسي او شكلي، فعايزه نفسي الناس تشوفني بطريقه مختلفه. انا عارفه اني مش عارفه اطلع بدور واحده فلاحه يعني، بس بحاول بتعلم برضو العربي ده. بس عايزه حاجه يكون ممكن مثلا اطلع من غير ميك اب، حد عنده اكتئاب او حد عنده عارف يعني، يكون في دراما اكتر وتمثيل اكتر من حاجات كوميدي او استعراض او كده.